عسلامة. 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 سلام. لاباس عليكم؟ لاباس الحمد لله. خدموا لي رواحكم. فاخر انا من القفص. دايس من القفص حي الشباب. بيبيكم. عايش بيك. كي نحكيو اليوم على مشاكل ولايه قفصه، شنو تنجم تحكيو؟ والله قفصه بلاد الفوسفات، قفصه السمحه، اما نسوها. كياساتها كلها مكسره، وسبيطاراتها ناقصه ماتريال، وبطاله كل. وشطرها كلها حرقوا، كلها لفرنسا وايطاليا ويعلم بينا رب. شوف اختي، بالنسبه للقفصه، هما قفصه ماشي في بالهم حكايه عادي، وقفصه راهي تاريخ كبير. الرسمي قفصه تاريخ كبير. ابسط حكايه، كان توصل الدوله توفر 20% من الفوسفات. قفصه ابسط حكايه، مش باش نحكي موضوع كبير ونقول لكم، لا، قفصه ابسط حكايه طريق البنيه التحتيه نتاعها. فما ياسر بطاله الرسمي، راهو نسبه البطاله غادي في قفصه ياسر. ينجم على القليله حتى ان الدوله تعمل مصانع، تعمل ياسر مواضيع ان تولي العباد تخدم. فما ابسط حكايه في السوق، في السونتر، ضوء في بلايس موجود، في بلايس مش موجود. ما احكي لكش عاد في وسط لحوم وفي وسط بلايس الريف مثلا مش موجود اسهل. فما بلايس ما فيهاش ماء، هو نعطيك الصحيح راه. اما قفصه بالرسمي نداء لكل مسؤولين يوصلوا. نحب اكثر حكايه نتمناها، بشوف كل لطف، مش بنقول باش نعملوا ثوره وباش نعملوا احتجاج ولا باش نعملوا موضوع، لا. نداء لكل مسؤولين انهم غادي في قفصه يتفرجوا، يشوفون غادي في قفصة، يشوفون خاطر بالرسمي راهي قفصة، راهو بالرسمي الشعب تاعها فاق غادي في قفصة. أنا نتمنوا، وأكثر حكاية نتمنوها إنه نوصلوا أبسط حكاية في فك علينا من نخدم ترونسبور. تو مثال التران، قبل كان فما زوز ترانات، تو تران واحد قفصة، وقابت فيها أربع ترانات يخدموا ليل ونهار. قفصة كانوا فيها زوز ترانات ولا كان في النهار برك، وتو جاي صيف يلزم يرجعونا ترى تاع الليل، يلزم ترى الليل يرجع يخدم تاع قفص. وشوف نداء لكل، باش نعاودها مره اخرى، نداء لكل مسؤولين يشوفونا غادي في قفص، خاطر غادي في قفص عندنا ياسر مواهب. شوف رابرات، فما ياسر مواضيع طلعت هنا. شوف نجم تقول من تونس، من سوسة، من غادي في قفصة، عندنا ياسر مواهب راه والله عندنا ياسر مواهب. أما شنو إمكانيات؟ راهي كل إمكانيات راه. وغادي تو مثال باش أبسط حكاية، هنا في تونس كل شيء متوفر. غادي في قفصة أخدم مهيئ هنا لتونس، أصرف فلوسك وكل، خاطر كل شيء متوفر هنا. كل شيء متوفر هنا. أبسط حكاية شارع الحبيب بورقيبة، فما ستة ولا سبعة أوتيل هنا غادي في قفصه. ثلاث سميهم لك بالاسم، سميهم لك. فما جيغورت، فما قفصه بالاس، فما قمر، هذوما ثلاث. ما فهمش كل حاجه بالنوم يعني، انا موفرين لكم الحاجه هذيك واسكت، انا موفر لك الحاجه هذيك. ولايه تنتج في الفوسفات، معناها نورمالمون تكون ولايه. اما هي انا نسيناها. شوف معلومه، قبل 7 سنين فوسفات خرج 71 ألف طن و600، توا 4 شهور تالي هكا 17 ألف، هكا في بال 17 ألف. يعني مرة في عام في 7 سنين هذه تخرج في 71، قبل 4 شهور يعني على 7 سنين هذه كل 17 ألف. فهمتني؟ يعني فوسفات وين؟ شوف راه باش تقول الدولة تصرخ فينا، ما نقولهاش. فما تغيظ راك تقول الدولة تصرخ فيا، اما تغيظ كي تقول دولتي تصرخ فيا. تغيظ تونسي، راه تونس باهي، راهي مواطن تونسي قبل ما نكون قفصي. تقول دولتي تصرخ فيا، تغيظ. الشباب علاش غادي في قفصه يحرق كل، وغادي ما فهمش خدم، مشى جا لهنا لصفاقس، وجا لتونس، وجا مشى لسوسه، خدم، ما لقاش مورد رزق، ما نجمش يعمل حتى شيء. شبيه الشباب يحرق كل، مشوا لفرنسا وايطاليا. قيس سعيد نداء الى قيس سعيد، يقول ولادي ما نحبهمش يحرقوا، ما محبناش نحرقوا. وفر لولادك، ابسط حكايه وفر لهم الخدم وتنشوف ولادك شبيه. يا خا ولادك ليش حرقين؟ خاطر ما لقوش خدم. كان يقول خدم راهم يخدموا لارواحهم، لاباس عليهم في بلادهم. ماذا بيه اي شاب تونسي ماذا بيه في بلاده وينفع بلاده. محلاك تكون فرد مهم في المجتمع،
والله هذاك واش باش نقول والله ماشي تخدم. لا والله كنت نخدم وبطلت. انت بطلت؟ بطلت كنت نخدم وبطلت. علاش بطلت؟ هكاك ما نجحتش الخدمه، ما خلتنيش الدوله نخدم. نخدم 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 مثلا نخدم خدمه عام، من بعد جيت الدوله تفكها لي في درجي اربع ساعة يفكوها لي الكل. شنو الخدمه؟ نخدم خدمه نخدم على بن قرداء، نجيب شويه كلمات الزهرات وتلافز مثلا توا مشي كنت لا ضادك مات الزهرات كونترا ضادك مات الزهرات وضاد تلافز هذه مش كونترا هذه نخدم نبيع فيهم غادي في قبطه انت نخدم مثلا خدمه عام بعد جي مثلا دوريه تفكهم لي الكل ويزيدوني محضر زيد من فوق. يعني لقيت روحك خاسر؟ لقيت روحي خاسر. وانا نقرا سنابك والله نقرا، اما شوف القرايه شوف في تونس هذه موصلين حكايه موصلين موضوع للناس كل اللي قرايه ما توصلش. شوف القرايه باهيه الثقافه محلاه، اما شوف في تونس بالرسمي القرايه ما توصلش. اما ما ننصحش حتى شاب تونسي ولا شابه باش ما تقراش، على انا ماذا بيا الناس كلها تقرا انه راه القرايه فما برشا عباد وصلتهم، فما برشا عباد وصلتهم القرايه، فما عباد وصلتهم. راه شوف الدنيا باخت، راه فما شكون وصل توصلوا للقرايه وفما شكون ما توصلوش. اما انا نحكي لك في العموم، في العموم خاطر شوف غادي في قفصه قلت لك راهو فما ياسر عباد وصلت قرت عملتهم الكل وتو ما فهم شيء، ما فماش فما معلمين عنده 15 ولا 16 سنه وهو بطال وهو معلم، حاجه سهله ذي. اما شوف نداء الى كل مسؤولين نعودها مره اخرى تشوفونا غادي في قفص تتلاهوا بينا وماذا بينا، فما ياسر مواضيع تجو غادي تشوفوا شنو مستحق شنو مستحقين غادي في قفص. هذا كما نتمنى. مثلا مدير بشركة فصفات قفصة يقول انه انتاج 10 مليون طن قابل للتحقيق بعد 2024. 10 مليون طن، 10 مليون طن قابل للتحقيق بعد في 2024. والله حسبك ان شاء الله ان شاء الله هذاك اللي نتمنى له. اما ما هو قال 24 طن، هان باش نشوفه 2024 مش مزال 2024 10 مليون طن ان شاء الله نشوفه. هذا كما نتمنى. اما وقتها ماذا بينا نداء الى كل مسؤولين مره اخرى تنظرونا غادي في قفص، مش كان في قفص، ماذا بينا تونس كامل. راهو شوف القفص قبل ما يكون قفص راهو تونسي، نحبوا تونس كامله لاباس عليه. اما غادي في قفصه نحبوا نعيشوا، نحبوا كيما متوفر هنا توفرونا غادي. وكما قلت لك قبل على الترونسبور وفما ياسر مواضيع يعني ناقصه غادي في قفص شوي ويوريكوا كياسات ويزيدوا الماتريال في السبيطارات وكل شيء يحسنوا فيها والاضواء وكل شيء البنيه التحتيه بتاعها كيما قابس. ابسط حاجه كيما قابس، هاي قابس تو شوارعها في فرنسا، الشوارع بتاعها وبنيها والله كيما فرنسا. هاي في الجنوب هذه لازقه في قفص، وقفص هاني صحراء فيها حتى شيء. كم كلمه الختام؟ ان شاء الله في ان شاء الله نشوفوا قفصه في تقدم، نشوفوا تونس في خير ونشوفوها تتقدم اكثر، وان شاء الله الشعب التونسي ديما فرحان وان شاء الله ديما فرحانين، وان شاء الله ما عادش فمك الاحتجاجات على الدوله، ما عادش فما مواضيع، خاطر الحكايات هذيك كلها في الاخر كيف ما قلت نداء الى كل مسؤولين ما نبقوش نعاودوا فيه الكلام، خاطر مش انا اول واحد حكيت ومش اخر واحد باش نحكي. نداء لكل مسؤولين انه تنظرونا غادي، وماذا بينا زاد تونس كامله تتطور. وذاك هو ان شاء الله يوفرونا الخدم في قبطه ويحسنوا فيها شوي ان شاء الله. شكرا.